مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا سون ليميت. برنامجنا اليوم باش يكون مقسم لثلاثة أجزاء. الجزء الأول باش يكون حوار مع ناطق رسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي السيد شكري حمادة باش يلتحق بنا بعد نصف ساعة. الجزء الثاني باش يكون مخصص للسيد منذر مرزوق رئيس بلدية المنستير، نحكي فيها على عديد النقاط اللي تخص الشأن المحلي والشأن البلدي لبلدية المنستير، نحكي على مشاريع جديدة، نحكي على متابعة لمشاريع قديمة وحكينا عليها سابقا. في الجزء الثالث والأخير روبريك سبور كالعادة باش نحكي معنا زميلنا محمد بلقاسم، نحكي على الوفاة الغامضة لمحمد علي عقيد. هكا عقيد دونك نبداو الجزء الاول مع دكتور مصطفى بكير. شنو حوالك مصطفى؟ الحمد لله عايش. مرحبا بك عبد السلام، مرحبا بالجميع المشاهدين. يعطيك صحه مصطفى. في انتظار وصول الضيوف باش نحكيو على عديد الفقرات اكتواليتي، بالاساس نحكيو على الموضوع الاول اللي هز الراي العام التونسي في الاونه الاخيره، ولا هو موضوع تتدخل فيه نائبه في البرلمان التونسي لشخص مشتبه فيه في مطار تونس قرطاج الدولي. لهنا الظاهره هذه خذت امبلور كبيره على وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دونك شنو حكايه السيد هذا اللي دخلت له نائبه يمينة الزغلامي، والى اي حد وصلنا في تونس انه نائب في البرلمان، يعني نائب شعب، يعني مسؤول سياسي رفيع المستوى، يتدخل باش يخرج انسان مشتبه فيه؟ ما نحبش نقولوا انسان ارهابي او غير ارهابي، الا انه انسان مشتبه فيه، لانه اداره الحدود في شرطه الحدود في المطار ما خلتوش يتعدى، معناها فما حاجه. هي الحكايه يعني اطور القضيه بكل تلخيص. السيد هذا يعني عنده قرار منعي من تجاوز الحدود التونسية، لذا وقت اللي هو حب يسافر لفرنسا وقع منه يعني أمور عادية، إدارة الحدود والشرطة وقع منه منعا عاديا، يعني تطبيق التعليمات إداريا، هذه ما يعني مفروغ منها. الكل يعلم اللي لما احنا نتجاوزوا الحدود بعد ما نفركسوا الفاليز، بعد نعمل جسترمون، بعد نعمل برقاج، الأمن المطار يقوم بالمهمة متاعه اللي هو تسهيل سفر الأشخاص وسفر الأمتعة. لما يشوف على الانترنت يشوف الباسبور متاع المسافرين اللي أول مرة يشوفه يعني مخلص تمبري فيسكال ولا متاع الخروج هو 60 دينار، والأشخاص العاديين يشوف يعني بطاقة التعريف متاعهم والباسبورات، يعني أمور عادية. ولكن ما رأنا اللي السيد هذا وقع منعه بحجة اللي هو عنده قرار صادر في شأنه اللي هو منع السيد ختم متخلف بذمته قضية أو جملة من القضايا. لكن اللي يهمنا في الموضوع ككل هو التصرف، يعني تصرف فردي من نائبة من حزب ثاني في تونس. السيدة هذه يعني استغلت كل النفوذ متاعها ووقع الاتصال بالسيد وزير الداخلية، وقع الاتصال ب احنا نقولوا السوبيريور بتاع الاشخاص هذوما، يعني السوبيريور بتاع اعوان الامن. نتصور اللي رد الاول كان رد بالنفي، رد قطعي، اللي ما خلى النائبة تدخل يعني في هيجان وغليان، وبدات تتكلم وتفوه بعبارات قالوا اللي هي عبارات يعني، ولكن قالت والله ما نكلم الشاهد باش يخليني نخرج. لذا بعد ما تكلمت يعني السيدة نائبة حكيت مع السيد يوسف الشاهد، يعني حسب الرواية بتاع الأشخاص اللي كانوا حاضرين كلمت يعني رئيس الحكومة، وتبين انه رئيس الحكومه هو اللي اعطى الامر باش السيد هذا يخرج ويسمح له بتجاوز الحدود. لهنا السيده بعد يعني النائبه وقع الاتصال بها للاستفسار عن الحادثه، قالت لا للتهويل، مساله عاديه واني قاعد نقوم باستغلال نفوذي، وقالت اني اقوى من الحكومه واقوى من الدوله. ما معنى نائبه تقول انها اقوى من الحكومه ومن رئيس حكومه ومن دوله؟ معناها احنا وين عايشين؟ مجلس النواب شنو باش يولي صلاحيات نتاع النائب؟ معناها اذا كان باش تتجاوز الدوله وباش تتجاوز رئيس الحكومه وتخرج تقول احنا صلاحياتنا اقوى. بالمناسبه النائبه فاطمه المسدي تحيه ليها كانت عندها رد واضح
وصريح على عديد المحطات التلفزية، تكلمت وقالت كون السيد هذا لجيت النايبة يمينة زغلامي باش تمنعوا من حكاية المطار وتخرجوا وتسفروا، إبان سفرته هي في نهاية المطاف، يعني السيد هذا منتمي للجهاز السري لحركة النهضة. هذا تصريح النايبة فاطمة المسدي، ونتصور تصريح كما هكا على قناة الوطنية وعلى قنوات خاصة أخرى ما نتصورش إذا كانوا من فراغ. شوف عبد السلام، يعني الكلام مردود على السيدة فاطمة المسدي، نحن يعني لا نشك فيه، ولكن لابد أن نتمهل في الأقوال هذه. الخبر ماذا يقول؟ يقول السيدة ذا يعني مفرج عنها عن طريق السيدة النايبة هو ابن قيادي بارز في حركة النهضة، والأهم من ذلك يعني هو اتمتع بالعفو التشريعي والتحق بإدارة السجون، ولكن فيما بعد وقع عزله. يعني هذه هي الخيط الرابط ما بين اللحظة الأولى واللحظة الثانية. اللحظة الأولى كان هو يعني تمتع بالعفو التشريعي العام، عينا في إدارة السجون. من عارش لهنا نحب نتسائل لما إنسان عنده عفو تشريع العام فكل وقت هذاك، هل لديه المكانة العلمية؟ نحكي لهنا ليس تجريحا في الشخص، ولكن تجريحا في المكانة العلمية متاع السيد أو غيره. يعني تعرف على السلام بعد الثورة متاع 2011 زج بعديد الألاف من المواطنين اللي تمتعوا بالعفو تشريع العام، يعني من كل الفئات الاجتماعية يعني السياسيين واقتصاديين وحتى الفئات مهمشة وحتى المفرزين أمنيين، وقع إلحاقهم بالإدارة التونسية. من النتائج الوخيمة اللي صعود هذه الوتيرة متاع تشغيل الشباب المفروز أمنيين وتشغيل الشباب اللي هو عفو تشريع عام، هنا نشوف النتائج متاعه. ما نتصورش كان هي نتائج طبيعية، وديما نقول نعاودها نقول رأي ليس تجريحا في الأشخاص، ولكن لا سبيل إليه باش دولة تعتمد على الأشخاص ما عندهمش الكفاءة باش يقوم بكل عمل. يعني أنت شخص لما يكون هو سجين سياسي بعد تمتع بالعفو التشريع العام تحطه في إدارة وتحطه مدير عام وتحطه مسؤول أول، ليس لديه الكفاءة وما عندوش الخبرة وما عندوش مش منحكولش إحنا النزاهة وما إلى ذلك. السيدة ذي وقع عزله نتصور يعني أخيرا من إدارة السجون، يعني هذه سابقة اختيرة قرار يعني كان من وزارة الداخلية. لماذا لا أدري، يعني الحق لا أدري لماذا عين ولماذا عزل من إدارة السجون. ثم هو ابن كما قلت بكري ابن قيادي في حركة النهضة، ولكن هو علاش سافر في اللحظة هذه؟ هذا هو السؤال، علاش ما بقاش في تونس؟ علاش سافر؟ علاش منع؟ هذه هي الأسباب اللي تخلينا نجري وراء السؤال وراء العياط وراء البلبلة اللي صارت. يا لندرا طبيعيا السيدة النائبة سفرت الشخص، ولا هي جاتها أوامر من الفوق؟ وعلاش الشخص هذا منع؟ يعني صحيح هو عزل، ولكن هو حق طبيعي لأن العباد الكل كي هذا سنة دغوة انترناسيونال، إلا العباد الكل عندهم حرية التنقل في تونس أو خارج تونس. ما نعرفوش الأسباب علاش السيد منع يعني من الخروج. قيل أنه لديه وعليه بالأحرى قضايا تجعله يعني الصفة القانونية، احنا نقوله بالقانون مسلوب الحرية، مسلوب الحرية وقتيا. خير عنده إنسان عنده قضية تحتم عليه الوقوف أمام القضاء، يحجر عليه السفر إلى حين انتفاء القضية. ولكن تحجير السفر يعني نجم نعطيك برشا أمثلة اللي برشا أشخاص حجر عليهم السفر. السيد محمد شلبي يعني الرئيس المدير العام تاع التلفزة متاع قبل حكى حتى في الصفحة متاع الفيسبوك متاعه يقول حرفيا يعني حرمت من السفر تحريما قصريا لمدة 7 سنوات، رغم أنه تمتع بعقد عمل في الإمارات يعني بمبلغ خيالي 25,000 دينار شهريا، بما قيمته أكثر من 200,000 دينار تونسية في العام، وعنده فيزا من الإمارات على حسب العقد اللي جاء. هو علق يعني من أول الأشخاص اللي علق على القضية هذه، قال لي أنا عندي يعني قضية ولكن حرمت من السفر لمدة 7 سنين، ثم برأت من كل تهم المنسوبة إليه. لهنا نربط القضية متاع السيد محمد شلبي اللي هي متاع كاكتيوس متاع الإشهارات مع التلفزة الوطنية بين شركة كاكتيوس. علاش تقول يا عبد السلام مش دخل محمد شلبي في القضية الأخرى؟ نجاوبك اللي هو علق على الحادثة ويقول لي كان جاني عندي نائبة من النواب هذو
ثم راني أنا لبس عليا توا ونخدم في الإمارات، ولكن للأسف على حد ما قوله هو ما عندوش شكون يعني كوات فورس اللي هو خرجته. لهنا الحوادث هذية أو الحادثات هذية اللي تكررت في الفترة الأخيرة، شفنا في رمضان تتفكر الهلال اللي تعمل في الميناء متاع حلق الوايد على الألمانية، إدخال محاولة إدخال الألمانية اللي مشتبه فيها في حتى معناها إرهابيا من السلطات التونسية، كيف كيف تحية لقوات الأمن الداخلي الكل معناها مختلف أسلاكها، وقفوا وقفة حازمة وجات المرة الأولى وما دخلتش وجات المرة الثانية وما دخلتش. كيف كيف شفنا وجوه من الناس اللي يدعيوا انهم يدافعوا على حقوق الانسان ويدافعوا على حقوق المواطن الى اخره، شفنا من الناس هذوما انهم وقفوا وقفه حازمه لادخال الارهابيه هذه لتونس، الارض تونس، رغم كل ما صدر عنها ورغم كل ما بلغ السلطات التونسيه عنها، سلطات تونسيه رسميه عنها، دونك وما شفناش حتى تحرك معناها من اجهزه الدوله، لا من الداخليه ولا من رئاسه الحكومه ولا من غيره. نذكر كون رئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه اعلنت حربها على الفساد وعلى الارهاب على حد سواء، يعني وفي بالنا انه الدوله في الاونه الاخيره وفي السنوات الاخيره دونك وعدت انها باش تحد من الظواهر الارهابيه هذه او ربما تقضي عليها بشكل نهائي، ولو انه الارهاب يعني ما فماش بلاصه ماهيش اكسبوزي للارهاب، ما فماش اي بلد في العالم ونشوفه معناها حتى في العالم الغربي وفي العالم المتقدم في العالم اللي فيه المخابرات قويه برشا يضرب الارهاب، يعني ضرب في فرنسا، ضرب في امريكا، ضرب في بلجيكا، ضرب برتو في العالم، الا انه لهنا السلطه اضفاء صبغه من الشرعيه على بعض المشتبه فيهم من طرف السلطه، هذا هو الاختيار، يعني انه نائب في البرلمان يمشي يتدخل لإخراج معناها من المطار بالسيف بالقوة معناها على أمن المطار وعلى كل شيء، ويقول لك عندي صلاحيات أقوى من صلاحيات السيد رئيس الحكومة وأقوى من صلاحيات، وهو أصل لفات أنه نائبة تتصل برئيس الحكومة باش تتوسط أو باش يدخل باش يخرج المسافر، هذا خطير برشا في حد ذاته. مصطفى سابقة خطيرة، وسمعت حتى إعلامي كرونيكور في قناة خاصة يتكلم وقت مش في استضافة النائبة يمينة زغلامي، لأنه قال كونه هالفيلم هذا سيتي أن فيلم عملته وجابت شكون يصور معاها والعهدة على من قال، بالطبع هي نفات في قناة وطنية الأولى تفرجت عليها، قالت أخت السيد هذا هي اللي صورت اللايف هذاك اللي خرجه كل شيء، الله أعلم مصطفى. على كل حال نحب نحكي في موضوع آخر في غاية الأهمية ولا يقل أهمية عن الموضوع الأول، واللي هو في إطار أيضا مكافحة الإرهاب والتطرف في تونس، موضوع كنا تطرقنا له سوية في رباط فام في آخر الصيف الفارط، اللي هو موضوع اتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي هو مصنف محظور في تونس والأنشطة متاعه محظورة في تونس، إلا أنه رغم هذا مازال هذا الاتحاد ينشط، مازال هذا الاتحاد يستقطب في الأطفال، مازال هذا الاتحاد يدمغج في عقول الأطفال وعقول المراهقين، والأدهى والأمر والأخطر من هذا كله كونه الشيء على مرأة ومسمع من الدولة التونسية، يعني باش نقولوا هذوما ما في بالهمش أو السلطة ما في بالهاش أو المسؤولين ما في بالهمش، هنالك أحزاب سياسية تقدمت بقضايا ضد هذا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي قاعد ينشط في تونس بطريقة غير شرعية، هناك رجال دين ومشايخ زيتونيين وأكاديميين متخرجين من جامعة الزيتونة كيف كيف عملوا صيحة فزع وندوا هنالك عديد المراكز، المركز اللي ترأسه شيخ لطفي شندرلي شيخ زيتوني كيف كيف أطلق صيحة فزع فيما يخص الاتحاد هذا والمخاطر متاع الاتحاد هذا لقد ينجر عليها تكوين ناشئة على التطرف وعلى الإرهاب في تونس. الاتحاد هذا مصطفى قاعد ينشط بصفة معناها بكل حرية، بصفة مستمرة أيضا في عديد الولايات وفي عديد المعتمديات، واطلعنا سابقا على البرنامج الصيفي اللي كان يدرس فيه لأطفالنا ولشبابنا، يدرس فيهم في نظام البيعة ويدرس فيهم في أهل الحل والعقد، يعني أطفال في سن الزهور كما نقوله في الستة وسبعة وثمانية وعشرة سنوات يقرأوا في أهل الحل والعقد ويقرأوا في نظام البيعة، وتعرف أنت نظام البيعة هو النظام هذا لبرك والبغدادي معناها تنظيم داعش الإرهابي. دونك لهنا نزيد نمشي معك أكثر مصطفى، كي تدخل السيت الموقع الرسمي لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتشوف مناش متكون المكتب متاع الاتحاد هذا، تلقى قيادات سياسية رفيعة المستوى في تونس صورها موجودة إلى جانب صور القرضاوي اللي هو رئيس هالاتحاد هذا، وهنا كيف كيف
العديد من مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي أطلقوا صيحة فزع لأنه فما ناس أعضاء في مجلس الشورى في حزب سياسي معروف في تونس هم في نفس الآن أعضاء في هذا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس. هنا كيف كيف نجموا نفهموا علاش الدولة لا تحرك ساكنا تجاه المقرات متاع الاتحاد هذا والأنشطة متاع الاتحاد هذا لأنه في أعضاء مجلس الشورى. هنا دونك نجموا نفهموا لاكوز معناها شنية إلا أنه ما ينفيش أنه يلزم الندو ويلزم معناها يلفو با بيسي ليبرال هنا لأنه مستقبل شباب تونس في خطر في ظل هالتواجد هالحكايات هذية في ظل تواجد الاتحادات هذه اللي هي مصنفة محظورة مصنفة إرهابية في عديد الدول. يعني مصر كانت أعلنتها صراحة وكانت لها الجرأة في منع جل الأنشطة وجميع الأنشطة متاع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كافة تراب الجمهورية العربية المصرية. في تونس كيف كيف يقول المشايخ مشايخ زيتونين يقولوا أنه مصنف محظور معناه حتى في تونس ممنوع نورمالمون النشاط متاعه. هنا ما زال ينشط مصطفى، شنو رأيك علاش ما زال ينشط إلى حد الساعة؟ والله يا عبد السلام أنا ما نشمش يعني نعطيك رأي الخاص لي علاش على خاطر المسؤول الأول على الطفولة هي وزيرة المرأة والمسؤول الأول على الشباب هي وزيرة الشباب والمسؤول الأول على الحكم المحلي والسلطة المحلية هو يعني السيد وزير في أونة أولى وزيرة المرأة نفتنا نفيا قطعيا يعني وجود حزيبات أو وجود نواة في مختلف المعتمديات ومختلف القرى أو مختلف البلديات والمدن التونسية. لهنا المقرر الرسمي ولا المصدر الرسمي نفى الأمر، ولكن المجتمع المدني رأى شيء آخر. يقول القائل علاش احنا نشوف حاجة ولكن نشوف الضد متاعها موجود، مش كون مش ترفع قضية. يعني هذه ترفع قضية في المحكمة الإدارية ضد الأشخاص هذم ولا ضد الجمعيات. لهنا نرجع لك القانون المنظم الجمعيات اللي هو جاي تحت يعني وطأة التنشيط للشباب. وزير الداخلية هو المعني بالأمر اللي يكفل له الأمر الأول، ثم رئيس الحكومة يعني حسب القانون بتاع الجمعيات رئيس الحكومة لها الحق إذا شكت في أي جمعية من الجمعيات المشبوهة أن تحل الجمعية وتحيل كامل الأعضاء يعني المباشرين والأعضاء المؤسسين الجمعية إلى القضاء. هذا هو القانون المنظم. شنو يقول؟ كما تعرفوا الناس كل كي من 2011 مئات مش ما نقولش الألاف متاع الجمعيات تكونت ذات سبغة ثقافية سبغة اقتصادية سبغة دينية سبغة سياسية سبغة رياضية، ولكن يبقى التمويل الخارجي هو التمويل اللي دعم برشا جمعيات. في اللحظات الأخيرة وزير الأول أو رئيس الحكومة بالتسمية الجديدة التي أصح أن نقولها قام يعني بحل عديد الجمعيات المشبوهة فيها، ولكن حل الجمعية ما تبعوش قرار بإيقاف الأشخاص. يعني اللي صار شنو هو حل جمعيات، حل جمعية والفلوس واللي دير ماله دخلت للجمعية هذه فمش محاسبة يعني لأعضاء الجمعية المؤسسة يعني أو رئيس الجمعية. لهنا البنك المركزي هو اللي يلزمه يعطينا يعني فما يعني حق النفاذ إلى المعلومة. نقوم قضية البنك المركزي يجيب على نشاط الجمعيات المصدر الداخلي والمصدر الخارجي. على فكرة راهو القانون المنظم للجمعيات قانون صارم جدا يعني من أقوى القوانين المتعامل بها ومعترف بها دوليا، يعني نحن المرتبة الثالثة بعد فرنسا وألمانيا، ولكن في على مستوى التفعيل صحيح على مستوى التفعيل احنا ديما في المراتب الأخيرة. لماذا ديما نرجع نقولها؟ احنا عندنا احنا مشكلة كبيرة في المركزية ولا مركزية، عندنا مشكلة كبيرة في الكونكسيون ما بين الإدارات، يعني المقاربات والعلاقات والاتصالات ما بين الإدارات هي المشكلة. المجتمع المدني يشوف يعني أي جمعية فيها مشكلة يشك في مصادر التمويل متاعها يرفع قضية، ولكن القضية هذيك حتى ولو يفعلها
تفعلها المحكمة الإدارية النتيجة أو تفعيل القرار ما يكونش. التفعيل والقرار مع شكون يكون؟ يقول لك بقرار سيادي. يعني يوسف الشاهد يعني في الآونة الأخيرة قام بحل عديد الجمعيات بقرار سيادي ليس بقرار قضائي. يعني هو اللي اتخذ الموقف. لهنا تبقى الإشكالية المشكلة هذه هي. بعد الحل شنو فما؟ حليت الجمعيات هذه حسبتهاش على التمويلات نتاعها؟ لا الجمعيات يعني ما فماش قضية. هو اي جوستومون هذا هو شكل القرار السياسي. هذا ينجم يكون في حد ذاته يعني تسامح مع اهل الجمعيه هذه ومؤسسي الجمعيه هذه معناها عفى الله عما سلف معناها يعني مش هي مش مهمته بشي يقول القاضي فلان او القاضي علان. هو مهمته حل يعني هو اعطى حل سياسي حل شوفوا حل ناجع معناها انت حل جمعيه بعد انت بتبيع حل اولي مبدئي ولكن بعد انت كشخص مقلقتك الحكايه يعني تبعها. عندك القضاء قدامك يعني قداش من قداش فما قضايا عديد القضايا رفعت ضد عديد الجمعيات التي يقال انها جمعيات خيريه بالطبع هي تتغطى تحت الغطاء نتاع الخيريه وهي بعيده كل البعد عن الخيريه معناها الجمعيات هذه الا انه الى حد الان ما شفنا حتى شيء كونكري ما شفناش محاسبه ما شفناش حقائق خرجت على اصحاب الجمعيات هذه على تمويلاتهم على انشطتهم خاطر تعرف عبد السلام يعني مش باش نحل محل وزير العدل ولا محل القضاة وأنزهه في ذلك يعني لما أنت تشوف يعني نتحاور بالكاميرا بتاعنا نمشي إحنا أي المحكمة محكمة بحثان محكمة فدائية تبع المونستير ونشوف القاضي ولا كل جمهورية ولا كل جمهورية مساعد من 7 متاع الصباح لستة متاع العشية العمل الدوري والعمل اليومي متاعه صدقني يعني العمل المهول وألاف القضايا التي يقع الاستنباط فيها وقع التفكير فيها وقع النشاط حولها والتراخيص يعني خليه يتنحل في المحكمة ما تعطيش الوقت الكافي باش القاضي صحيح هو يحكم بحل الجمعية والبت في الأمر ضمن قرار القرار ذاك تحمله 4-5 شهور باش يلخص بعد تلخيص يعني عاد المنفذ هو اللي باش ينفذ يزم ينفذ على أشخاص لما يجيه هي طويلة برشة تقعد أكثر من عام ونص هو لما شخص مش يعمل هما الجمعيات خاصة الجمعيات المشبوهة العدل منفذ يعني القاضي في أول الأمر يقوم بحل الجمعية ويهز القضية الكل للقضاء المالي والإداري القضاء المالي والإداري يتعامل مع أشخاص ويتعامل مع جمعيات هنا يزم فرق ما بين الجمعيات اللي يمثلوها أشخاص والجمعيات ذات صبغة جماعية يعني شكون المسؤول الأول شكون المسؤول الثاني شكون المسؤول الثالث باش ما نطولش عليك الحكاية العدل منفذ وقت اللي يجي ينفذ القانون إغلاق النشاط وإغلاق المحل لا يلقى نشاط ولا يلقى محل هذا الأخطر هو معناها هذه هي الإشكالية اللي صايرة في أكثر الأحيان يعني يلقى غلق النشاط وغلق المحل ما تلقى حتى أحد ما شكون باش تحكي عدل منفذ على شكون باش يطبق القانون يلقى يعني المحل مسكر والجمعية مشيت على روحها نحكيه مصطفى على هيئة الحقيقة والكرامة هيئة الحقيقة والكرامة اللي تكلمت عليها عديد الوجوه الإعلامية وعديد الوجوه السياسية من مختلف الأطياف هذه الهيئة التي يعتبرها العديد تخدم في بعض الأجيال متاحة بما يعني أنه الفترة هذه والمصاريف اللي في الفترة هذه كلها تعتبر إهدار للمال العام لأنه انتهت مدة صلوحية هذه الهيئة نذكرك أنه فما عديد القوى من المجتمع المدني وبالأساس تعتلها الأستاذ عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر وقفة أمام هيئة الحقيقة والكرامة غدا على الساعة 10 صباحا بمون بليزير أمام مقر الهيئة وقفة باش يقولوا فيها ديجاج لهيئة الحقيقة والكرامة وديجاج لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة التي تعتبرها رئيس الحزب الدستوري الحر أنها تهدر في المال العام وأنها عندها حسابات سياسوية ضيقة وعندها ريغلومون دو كونت وتصفيه حسابات مع رجالات الدولة ومع تاريخ الدولة التونسية لتمس عديد معالم هذا التاريخ وبنات الدولة الحديثة واستهدافها لعديد المناضلين الوطنيين من أبناء الحركة الوطنية والحركة الدستورية إلى آخره هنا الموضوع متاع هيئة الحقيقة والكرامة بكله وتتفرجوا مصطفى في يوم الخميس المقبل إن شاء الله في حلقة خاصة بموضوع هيئة الحقيقة والكرامة وصراع رئيس الحزب الدستوري الحر والقضية التي تقدمت بها باسم الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الحقيقة والكرامة في حلقة خاصة مع الأستاذ عبير موسي إن شاء الله في قناة تونسنا يوم الخميس المقبل مع نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة اللي هو سي خالد الكريشي
دونك هنا حكينا على عديد الجوانب سواء مع سي خالد ولا مع مدام عبير، كل واحد عطى وجهة النظر متاعه، إلا أنه نقطة انتهاء صلوحية هذه الهيئة في حين أنها مستمرة إلى حد الآن، وشفنا سكندال اللي صار مع رجل الدولة سي أحمد فريعة إلى برء القضاء سابقا، ولا عاودة أدنته هيئة الحقيقة والكرامة، ما نعرفوش علاش في الظرفية هذه بالذات، ما نعرفوش علاش في الوقت هذا بالذات، شنو اللي حابة تقول، شنو حابة توصل، شنو رأيك أنت مصطفى؟ والله يا عبد السلام خليني نقول مسألة يعني من مفرزات الثورة، يعني خلنا كل الأطياف التونسية بمختلف المشارف متاعها، اللي الثورة باش تجيب حاجات إيجابية وحاجات سلبية، ما رأنا اللي السلبيات أكثر من الإيجابيات، يعني حتى الإيجابيات والمهمات كما حقوق الإنسان، هيئة الحقيقة والكرامة، هيئة المعذبين، عفو التشريع العام، كل هذه التونسيين كنا حبيناهم، يعني كنا نجري وراء الحقيقة، والحقيقة من يكتسبها؟ يكتسبها إلا صاحبها. ولكن المشكلة أو الإشكالية هي في التسميات، يعني هيئة الحقيقة والكرامة مثل كل الهيئات الأخرى، يعني هي هيئة دستورية، يعتبرها العديد هيئة غير دستورية مصطفى من الخبراء في القانون التونسي. والله أنا أعطيك شنو ماذا قالت السيدة، يعني السيدة سهام بسدري عن نفسها، قالت لك يعني تحت إشراف سامي رئيس الجمهورية في الوقت هذاك، يعني السيد المنصف المرزوقي هو الذي أقر هيئة دستورية من ضمنها، يعني هذه حسب قوله هي، الحق ما نعرفش اسكو هي دستورية ولا، يعني ما عنديش لا يحق لي ذكره. هي الهيئة هذه كانت من طلب شق معين بالطبع محسوب، اللي هو يسمي نفسه من ضحايا نظام السابق، كيف نفس الشق هذا هو لطالب بحل جهاز أمن الدولة والمخابرات التونسية، نفس الشق هو لطالب بمجلس تأسيسي في وقت ما، معناها باش نبدأ نحط الأمور في إطارها صحيح. دونك الشق هذا بكله أو التيار هذا اللي عنده المرجعية هذه، اللي يعتبر روحه كما كنت تقول ضحية، ويعتبر روحه مناضل في وقت بن علي سابقا، هو اللي طالب بالهيئة هذه وبغيرها من المطالب. إلا بعد اكتشفنا كتوانسة، خلينا نقولوها بكل حرية، أنها تستهدف في تاريخ الدولة التونسية، لأنه كنشوفوا هيئة سهام بن سدرين مثلا مصطفى، وحكينا فيه سابقا، كنا نعملوا إحصائية للضحايا اللي تم عرضهم على هذه الهيئة ولا تم النظر في ملفاتهم، نلقاوهم تقريبا الضحايا متاع اللي تسميهم سهام بن سدرين ضحايا النظام السابق، في حين أنه الهيئة في الأول بند أو أول معناها أوبجكتيف متاحة قالت باش نهتم من 1950 إلى حدود 2014 أو 2015، معناها الهيئة تبدأ من دولة الاستقلال إلى الساعة، خلينا نقوله معناها هناك شفنا وتيرة القضايا اللي تم تداولها في هذه الهيئة، شفناها كلها قضايا من نوع واحد، شفناها كلها قضايا معناها ضحايا من نوع واحد، احنا نتعاطفوا بالطبع مع كل الضحايا، ونحن ضد اي انتهاك لحقوق الانسان في اي زمان كان، معناها توا قبل الغدوة، معناها احنا مبدئيا ضد هذا الكل، الا انه نحن مع كونه تكون هذه الهيئات شفافة، وتكون هذه الهيئات غير انتقائية وغير انتقامية، معناها تكون بالحق تضمن العدالة الانتقالية كما يسميوها هما. دونك لهنا توا ولاو هيئة الحقيقة والكرامة تقول أنها باش تنظر في بعض الملفات اللي تخص مثلا حركة الاتجاه الإسلامي سابقا، ربما لتغطية معناها هل الغلطة اللي ارتكبت خلال جلساتها حتى التوقيت هنا مصطفى، الناس كل لاحظت كونه التوقيت متاع طرحها لبعض القضايا وتشكيكها في استقلال تونس مثلا، وهو اتفاقية الملح، أو اتفاقية درشنوة، هو قالت خرجنا وثائق سرية، ألورك هي مصطفى الوثائق موجودة في السفارة الفرنسية وخرجتها السفارة الفرنسية في وقت ما، وهذه وثائق سرية وخرجناها لكم، معناها الأسلوب متاع تعاطي هذه الهيئة مع الملفات ومع الوثائق أسلوب شافوه العديد غير نزيه. شوف بالرغم يعني نبدأ من كملت أنت، الغاية نبيلة، ولكن طريقة العمل هي طريقة متاع تشفي والتقصي متاع الحقائق، ولكن في اتجاه واحد، هذا يتسمى عمل علمي مبتور. العمل العلمي هي فيه تيز وانتيتيز وفيه سنتيز،
يعني احنا قعدنا في العلة الاولى، العلة متاع الضحايا متاع النظام الاستبدادي، ولا يحبوا يقولوا نظام البائد، ولا نظام غير مستمر، ولا يحبوا يعني تسميات مختلفة ومتسميات عديدة. ولن أتبنى هذه الألفاظ، الخاطر ليس هناك نظام بائد، الخاطر التاريخ يعني منذ تاريخ الإسلام إلى الآن هو نظام ممتد، نظام متجدد، نظام متكرر. السيدة سهام بن سدرين، كان احنا نغول قليلا يعني نغوص قليلا في علاقتها بحكم بورقيبة، يعني نشوفوا العلاقة ما بين والدها، حتى والدها بالضبط، يعني العلاقة ما بين والدها والعلاقة ما بين الحكم البرجيبي. لهنا لا أشخص باش ما يعاتبونيش العباد، لهنا لا أشخص، ولكن نعطي أحداث تاريخية لخاطر المادة العلمية اللي يزمي نخدم بها هي الربط ما بين الأحداث والربط ما بين الأشخاص. المشكل بالنسبة لي، لماذا وقع تسمية سهام بن سدرين؟ لماذا لم يقع تسمية شخص آخر حقوقي؟ بالضبط، لأنه هي تعتبر روحها ضحية، يعني كيفية تعاملها مع ملفات ما تنجمش تكون ضحية وقاضي أو بالضبط بين في نفس الآن بين, بين, بين قوسين الجلاد، لأني لا أحب يعني أقول لك الألفاظ أقول لك لا أحبذها، الخاطر هي دائما ضعيف، يستعمل لغة استبداد ولغة القوة وهذه القاموس الأضعف. ولكن النقطة الأولى اللي هي ستاني شاك فاشلة تعيين سهام بن سدرين، رغم أني أنزه السيدة لتاريخها الحقوقي وتاريخها متاع بول بريمر مثلا، تاريخها الحقوقي اللي الذي متعارف عليه، لا أعرف هذه القصة يعني بعد تداولت وأقر عديد من الأشخاص اللي يعرفوا قصتها، اللي هي انتهكت حرمة تونس وكان على مصف مرزوقي ألا يعينها، ولكن في اللحظة هذيك ما تنجمش تحكم إلا ما تكون خارج الإطار، يعني ما نعرفوش علاش الهيئات هذيك تعاملت، شكون الأشخاص اللي قاموا بإسناد الهيئات ذلك الطابع القدسي أيضا، وخاصة اللي يعلم هي الميزانية المهولة. بوركوا اي بوركي اي بوركون، يعني لماذا لمن وإلى حد ما نشوف مصطفى إضفاء لمسة من القداسة على هذه الهيئات، وكأنها فوق القانون وكأنها تتحكم في القانون وترفض معناها حتى أخي مدة تمديدها. شفنا النواب شنو صوته، معناها شفنا المراسلة متاع مجلس النواب لسيد رئيس الحكومة إلى آخره. شفنا لنا نعلق عليك عبد السلام سمحني، يعني استند إلى قول وزير العدل اللي إذا قال حرفين راهي ماشي غلطي كي هيئة سهام بن سدرين يعني تسكرت، راهي غلطة النواب. علاش؟ لخاطر نحن كنا نعرفه يعني في العمل الجمعياتي ولا العمل السياسي ولا العمل الثقافي ولا حتى في الاجتماعات الداخلية والخارجية ولا حتى في أي اجتماع وكان يلزم عندك MPV، يلزم عندك الرابور اللي هو يتبعث الهيئة الإدارية والهيئة القضائية، الحكم وقت اللي يتبعث للأشخاص يولي حكم بيت عن طريق عدل منفذ. عدل منفذ يبعث الهيئة عن طريق يعني مجلس النواب بحكم صادر عن مجلس النواب يعلن صراحة انتهاء أشغال الهيئة، يعني لا مجلس النواب بعث إيميل، لا مجلس النواب بعث فاكس، لا مجلس النواب بعث عدل منفذ، لا لرئاسة الحكومة، لا لوزارة العدل، لا للمجلس النواب. هذه غلطه مش غلطتنا. ناخذ استراحة قصيرة مصطفى 5 دقائق أو أكثر شوية، ثم نعود للحوار مع ضيفنا الأول سي شكري حمادة. مرحبا.